الموضوع المرتبط بسيد حميد بعلي رحمة الله عليه الذي توفي في بسبب يعني في جبل بويبلان. أولا لابد هنا من تنويه بداية، لأنه كانت واحد الحركية ديال التطوع والمتطوعين مع الناس ديال الوقاية المدنية. وعلاش تنويه؟ لأنه كانت ظروف ثلجية صعبة. السيد وزير الداخلية أمس في اللجنة ديال الداخلية بمجلس النواب قدموا معطيات تهم أنه المروحية ديال الدرك وجدت صعوبة كبيرة في التحليق بسبب الظروف المناخية. دارت عملية مسح من طرف الدرك في بعض المناطق، ولكن العملية للأسف ما نجحتش. وهادشي علاش أنا أكدت على القضية ديال التنويه والدور ديال المتطوعين والدور حتى الشباب، لأنه بعض المرات يكون واحد الشاب في المنصات الاجتماعية وكيلقى راسو إزاء حالة وكيطلق واحد النداء ديال الصياغات، راه هذا واحد الشيء البعض كيعتبروا مسألة بسيطة، في حين أنه أحيانا كيكون عنده دور في إنقاذ روح البرنامج اللي كنشتغل هذه الحالة بالضبط. وهذا هو الإفادة اللي قدمها السيد وزير الداخلية أمس في البرلمان بدقة، أنه كان مجهود. فيما يتعلق بالإشكالية ككل واللي كتشمل مناطق متعددة ماشي فقط في الجبل ديال بويبلان، لخدينا بوميا ولخدينا في ميدلت في أزيلال في عدد تين غير في واحد العدد، كاين واحد المجال معروف. البرنامج الآن أولا كينعمل على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ديال فتح الطرق، وهنالك خط أخضر اللي كيشتغل في هذا المجال وكيوقع تنسيق مع مصالح خط هاتفي مع المصالح ديال السلطات الترابية من أجل حل المشاكل المرتبطة بفك العزلة. هذا المجهود الأول. المجهود الثاني كاين العمل المرتبط بوزارة الصحة مع المصالح ديال الدرك في العملية ديال النقل، ويمكن لكم ترجعوا الوسائل ديال الإعلام ديال العمليات الإنقاذ اللي تمات، الأستاذات الأساتذة العدد من، وهنا ضروري فاش توقع شي حالة يوقع الإبلاغ، لأنه كاين برنامج وطني للمكافحة ديال الآثار الناجمة على سقوط الثلوج. وزارة التجهيز عندها مسؤولية ديالها، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وعدد من المصالح ديال الدرك باش تكون تعبئة، لأنه لا يمكن أن نتخلى على أي مغربي في أي منطقة كيفما كانت.